مرحبا بكم في الباكستان، في مجتمع المتحولين جنسيا في بلد إسلامي محافظ. إذا قتل كلب على جانب الطريق وعلى الجانب الآخر قتل متحول جنسيا، فلن يكون للأخير أن يقيم على عكس الكلب. يتملكني أحيانا الاكتئاب وأعتقد أنني نجحت ويتوجب علي المقاومة. عندما ولدت سماني والداي محمد عزيم شريف، لكن لم أشعر قط بأي رابط بيني وبين هذا الاسم. كنت أتخيل نفسي بملابس نسائية بينما كان والداي يعطيانني ملابس للصبيان، لكنها لم تكن ملابسي. هذا هو أنا وهذه حقيقتي وأفتخر بها. لن أسامح أي شخص أساء إلي، ولن أنسى إخوتي الذين كانوا يقولون إنهم إذا جلسوا معي إلى طاولة واحدة فسيشير الناس بأصابعهم نحونا. إنني لست مجرمة، بل إنني إنسان. ريم شريف تعمل في لجنة حقوق الإنسان في إسلام أباد، خبيرة في قضايا المتحولين جنسياً. في عام 2018 أقر قانون يحمي حقوق المتحولين جنسياً، ويحصلون بموجبه على نفس الحقوق التي يتمتع بها الباكستانيون الآخرون. إنني أمثل جسراً بين الحكومة والمتحولين جنسياً. ريم ساعدت لبنى في الحصول على إعانة خاصة بالسكن. هناك الكثير من المحتاجين مثلي، هؤلاء ليس لديهن مسكن ثابت أيضا. يجب على الحكومة أن تؤمن السكن لنا، فمكان السكن هو مصدر قلقنا الأكبر. قلة من المتحولين جنسيا يحصلون على دعم حكومي. كثير منهم يعيش على التبرعات في الشوارع ويتعرضون لردود فعل متباينة من الناس كحال خشبو. هناك طيبون وآخرون سيئون، لكن معظمهم سيئون والأخيار أقل عددا. غالبا ما نسأل لماذا نفعل ذلك، فنجيب لأننا بشر أيضا، وإن حظينا بنفس التقدير الذي تحظون به فلن نضطر إلى التسول. العديد من المتحولات جنسياً يعملن راقصات وعاملات جنس، وبالنسبة لمعظمهن فإنها الطريقة الوحيدة لكسب المال، وهو عمل يقابل بالاستنكار. أحياناً تخضع الروح البشرية لتأثير الشيطان، لذلك يقع العديد من المتحولين جنسياً فريسة للشهوة ويقتلون. بداية تتم دعوتهم لحضور حفلات، ثم يتم قتلهم بدم بارد. لقد قرأت عن ذلك في الصحف. لو أنني لا أعاني من إعاقة لكان سلوك الناس معي أسوأ. لا يزال هناك أناس جيدون في هذا السوق. في المقابل هناك رجال يتحسسون أجسادنا في التجمعات أو يفعلون أشياء سيئة. المشكلة هي أنه إذا قتل كلب على جانب الطريق وعلى الجانب الآخر قتل متحول جنسيا، فلن يكون للأخير أن يقيم على عكس الكلب. نفكر أن المتحولين جنسياً ليسوا مثلنا، لكن لما لا؟ إنهم بشر أيضاً ولهم أعين وأياد وأرجل وأفواه ويتحدثون مثلنا. لماذا نضع حاجزاً أمامهم؟ إنهم مثلنا. إنهم مظلومون ظلماً شديداً في مجتمعنا، ولا أرى أنهم يتلقون أي مساعدة أو عمل.
أعتقد أنه ينبغي مساعدتهم. أتمنى لك عروسا جميلة. أردت أن أصبح نجمة كبيرة في داخلي ممثلة، لكنني لست فتاة ولا صبيا. لو كنت صبيا لأصبحت بطلا، ولو فتاة لأصبحت بطلة. ليس بيدي شيء، لذلك بقيت كما أنا ولم أحقق شيئا. معظم المتحولين جنسيا في الباكستان ترفضهم عائلاتهم بعد اكتشاف هويتهم وحقيقتهم. لقد حدث ذلك مع ريم قبل 12 عاما. ريم كانت محظوظة حينها، فقد اصطحبها صديق لها للعيش معه ومع عائلته في إسلامباد. كان لدي 4 شقيقات والآن أصبحنا 5. في البداية كنت ضحية وأصبحت الآن حامية ومدافعة. كانت رحلة من التسامح والاكتئاب والاغتصاب. كانت هناك لحظات أشعر فيها بأنني بلا قيمة. تملكني شعور استياء شديد لدرجة أنني لم أستطع أن أفارق فراشي لعام كامل. حينها تساءلت: ريم، لماذا تشعرين بالظلم؟ لماذا ينبذك هذا المجتمع؟ حسناً، لقد أيقنت ألا مكان لي في المجتمع والدين، وهذا لم يعد يهمني، فهكذا أنا. في عام 2020 افتتح في راولبيندي أول مركز لحماية المتحولين جنسيا بالتعاون مع الشرطة الباكستانية. غالبا ما يأتي إلينا المتحولون جنسيا بشكاوى بسبب مضايقات وضغوط نفسية وتهديدات. الكثيرون يشاركوننا مشاكلهم المتعلقة بالمال، لكن الشكوى الرئيسية تكمن في تصرفات الآخرين تجاههم، فالناس لا يعاملونهم كما يعاملون إخوانهم وأخواتهم. ليا تعمل في مجال رعاية ضحايا التحول الجنسي في قسم شرطة إقليم البنجاب. ليا هنا الآن، إنها تمنحنا الوقت وتستمع إلينا ثم تتحدث إلى الجانب الآخر، فيتم حل مشكلتنا منذ قدومنا إلى هنا، وهي تعتني بنا في كل مرة، نشعر معها بالأمان. مانو واحدة ممن يطلق عليهن لقب جرون أو معلم، وهؤلاء متحولون جنسيا يتحملون مسؤولية المتحولين الأصغر سنا، أي تشاليس أو تلاميذهم. نظام المعلم التلميذ يقدم للمتحولين ما فقدوا، وهو منزل وبديل عن عائلاتهم. حسناً، هذا المال للطبخ. إنني أتطور جوعاً. اذهبي للتسوق وأنا سأطبخ. هل الخبز جاهز؟ أم علي أن أعده؟ مانو وأربعة من تلاميذها يسكنون في شقة مكونة من غرفتين. إنني متحولة جنسياً، شمالي خنثى، وهذا ليس من اليوم، بل منذ أن كان عمري 10 سنوات، وسأبقى كذلك حتى أموت. لن يتخلى أي متحول عن حياته. ولماذا؟ لأنهم سعداء في عالمهم، فنحن نحب أن نعيش في عوالمنا الخاصة، إذ لدينا إخوة وأخوات وآباء وأبناء ومعلمون وتلاميذ. إننا نعيش هنا في انسجام ووئام. في مدينة كراتشي في جنوب الباكستان ينظم مهرجان نساء العالم.
ريم وممثلون آخرون عن مجتمع المتحولين يناقشون الوضع الراهن وكيف أن الأحزاب المحافظة تحاول إلغاء قانون حقوق المتحولين جنسياً. بعض أعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون أن قانون حماية حقوق المتحولين لا يتوافق مع الإسلام. هم يظنون أن الأشخاص مزدوجي الجنس هم فقط المتحولون جنسيا، كما يزعمون أننا خطاة، معلوماتهم خاطئة تماما. فهذا القانون يتمحور حول شيء واحد فقط، وهو الحقوق الأساسية للإنسان. حتى بعد خطوة أولى لضمان حقوقهم، لا يستطيع المتحولون جنسياً في الباكستان اختيار جنسهم بحرية، وتوضع أمام أسمائهم إشارة إكس. إنها إشارة ليست امتيازاً، إذ لا يمكننا الزواج، وهذا ما أتمناه من كل قلبي. إنني وحيدة فقط بسبب واقعي. I am happy to be here. إنني سعيدة بوجودي هنا، لكن هؤلاء الرجال وببساطة جبناء، فهم لن يقبلونا. لذلك علينا أن نجبرهم. لدينا ما يشبه الهروات لجعل أصواتنا مسموعة ولكي يتقبلنا الجميع. نحن النساء المتحولات جنسياً نود أن يعترف بنا المجتمع ويحترمنا كنساء. فالمتحول هو مجرد صفة. المرأة يمكن أن تكون جميلة أو ذكية، كما يمكن أن تكون متحولة جنسياً أيضاً. إنني امرأة.